شارك سعادة النائب محمد جاسم العليوي في اجتماع لجنة التحضيرية المكونة من رئيس البرلمان العربي وممثلين عن أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي انعقدت في مدينة القاهرة، وذلك من أجل إعداد الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر بعنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي. وأكد سعادة النائب محمد جاسم العليوي أن مملكة البحرين أدركت الأهمية القصوى لتحقيق مستدام للأمن الغذائي سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى المنطقة العربية، حيث جاءت التوجيهات الملكية السامية لتؤكد على ضرورة العمل والبناء على تحقيق الاستراتيجية الأمن الغذائي الوطني من خلال المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء. الحمد لله الاجتماع الأول التحضيري كان مثمر من جميع الوفود، وتم تقديم مقترحات، ومن جانبنا تم تقديم مقترحاتنا والمرئيات الخاصة بمجلس النواب البحريني، وتشرفنا مع الإخوان أصحاب السعادة المعالي والسعادة النواب في جميع الدول العربية بمناقشة أهمية تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدول العربية من أجل استدامة الاقتصاد الوطني، لأن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد في جميع الدول. فالحمد لله تم التوافق على الوثيقة التي ستقدم في المؤتمر يوم السبت القادم إن شاء الله.